ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. وبعد، أيها الأحبة، إن مرد الخلق جميعا إلى نفس واحدة كرمها الله عز وجل وشرفها، وهي نفس أبينا آدم عليه السلام، التي خلقها الله عز وجل وخلق منها سائر البشر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق الله آدم وخلق منه حواء، ومن بين آدم وحواء خلق الله عز وجل جميع البشر. ومن نسل آدم وحواء البشر إلى قيام الساعة، على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم وبلدانهم وأشكالهم وألوانهم. والناس يختلفون في أشياء ويتفقون في أشياء، يتفقون في أصل العقيدة، فأصل العقيدة الصحيحة ما يختلف فيها بشر عن بشر. فالله عز وجل خلق الإنسان بفطرة قويمة سليمة، فكل مولود يولد على الفطرة النقية الخالصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لكن بعض البشر يختلفون في عقيدتهم، والاختلاف هذا في العقيدة هو الذي يتميز به المؤمن من غير المؤمن، أو المسلم من الكافر. وهذا الاختلاف والتمايز هو الذي يكون عليه الثواب والعقاب في الآخرة. فقضى الله عز وجل أن من آمن به وحده إيمانا صادقا خالصا صحيحا، وعاش على هذا الإيمان ومات عليه، أنه في الآخرة من أصحاب الجنة، وأن من اضطرب واختلف وتنكب السبل فلم يؤمن إيمانا سليما صحيحا، بل خلط إيمانه الصحيح في أصل فطرته بإيمان فاسد ومات على ذلك، أنه في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل في مطلع سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المتقين، فقال سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك
إيمانا صادقا صحيحا سليما بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك هؤلاء القوم على هذه الصفات، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الصنف الثاني، ألا وهم الذين خلطوا الإيمان السليم في أصله بإيمان فاسد باتباعهم غيرهم. هؤلاء قال الله عز وجل عنهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم فصل ربنا سبحانه وتعالى في صنف ثالث: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالناس بينهم أشياء فيما تتعلق بالعقيدة وهي أصلها يتفقون عليها، وهي التي جاء بها جميع أنبياء الله ورسله: الإسلام الصحيح والعقيدة النقية الخالصة التي ابتعث الله بها أنبياءه ورسله. لكنهم في تفاصيل هذه العقيدة وفي بعض حتى أصولها الآن، لأن الأصول التي وضعت الآن لبعض هذه العقيدة تختلف عن الأصول التي جاء بها الأنبياء، في هذه الأشياء تجدهم مختلفون فيها. فهذا يعتقد أن عيسى ابن الله، وهذا يعتقد بأن الله عز وجل، وهذه عقيدة أهل السنة المسلمون، أنه ليس لله ولد وليس لله زوجة وليس لله شريك وليس لله نظير. وهذا شئنا أم أبينا اختلاف كائن في الناس. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين، لو أراد الله عز وجل أن يكون الناس كلهم على عقيدة واحدة لا فعل ذلك سبحانه. ولا يزالون مختلفين في عقائدهم وفي مسائلهم وفي أمورهم. وحينما نتكلم عن هذه الأشياء لا نستطيع أن نخلطها ببعضها، فلا يجوز لنا أن نسمي الأشياء بغير أسمائها. فلا يحق لك كمؤمن موحد بالله أن تطلق على من لا يعتقد عقيدتك السليمة عقيدة الإسلام أنه مؤمن، فهو لا بد أن يكون من نظرك أنت وعندك أنت وباعتقادك أنت غير مؤمن كافر، كما أنك عنده على عقيدته وعلى تصوره وفكره وما يؤمن به كافر، وهذه لا خلاف فيها. ولكن الناس يجاملون: لا تقولوا كذا وقولوا كذا، هذا حكم الله عز وجل وهذا كلامه، وليس حديثنا في هذا اللقاء عن هذه النقطة، فهذه واضحة بينة لا نجامل فيها ولا نماري فيها. لكن ما نريد أن نشير إليه في هذا اللقاء إلى شيء مهم، أن الناس مع اختلافهم في عقائدهم ومع اختلافهم في مشاربهم، إلا أن هناك أشياء مشتركة تجمع جميع البشر، سواء كان يهودي أو نصراني أو بوذي أو مسلم أو غير ذلك. هذه الأشياء المشتركة هي التي لا بد أن نتعاون عليها. ما نتحدث عن مسائل العقيدة حتى ما يخلط أحد الكلام ببعضه. العقيدة واضحة بينة، من لا يعتقد بأن الله واحد وبأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وبأن عيسى عبد الله ورسوله وبأن الأنبياء جميعا رسل الله، هذه العقيدة من لم يعتقدها فحكم الله عليه بالكفر كما قال الله عز وجل في كتابه. لكن مع ذلك هناك أشياء، عوامل مشتركة بين الخلق جميعا لا بد أن يتعاونوا عليها مع اختلافهم. نعم مع اختلافهم، يعني هناك شيء يجمعني
مع غيري من الناس من البشر، نعم هناك أشياء تجمعنا جميعا ولا سبيل لنا إلا أن نتعاون عليها، ولا سبيل لنا إلا أن نزكيها، ولا سبيل لنا إلا أن نقوم عليها ونرعاها. من هذه الأشياء أيها الأحبة الأخلاق، القيم، المثل الإنسانية. هذه المثل لا يختلف عليها أحد عنده فطرة نقية، فلن تجد أبدا إنسان يقول أن الكذب جيد وأن الصدق مذموم مهما كانت عقيدته. لا نتحدث عن أفراد هنا أو هناك، سواء كانوا عندنا أو عند غيرنا، إن في بعض الأفراد قد يستحلون ذلك، ولن تجد أحد يقول بأن الخيانة من الأخلاق، ولن تجد أحد يقول بأن الغدر من الأخلاق. وهكذا هذه القيم وهذه المثل تجدها في نفس كل إنسان شريف، أما النفس الخبيثة فقد تكون عند المسلمين وعند غير المسلمين. لا نقصد بخبث نفس المسلم، وإنما النفس التي تنطوي على خبث فقد تجدها عند مسلم وقد تجدها عند غيره. فمثلا تجد من المسلمين من يخون العهد، ومن غير المسلمين كذلك. تجد من المسلمين من لا يفي بأمانة، ومن غير المسلمين كذلك. تجد من المسلمين من يستحل الأعراض، ومن غير المسلمين كذلك، في حين أنك تجد من غير المسلمين من له أخلاق، من هو صادق في حديثه وفي بعهده، وغير ومن المسلمين كذلك. والفارق بين هذا وهذا أن غير المسلم يفعلها سجية طبيعة ربما تربى عليها، والمسلم يفعلها طبيعة تربى عليها يبتغي بها الأجر من الله عز وجل. وهذا هو الفارق بين هذا وهذا. ولذلك غير المسلم يؤجر على هذا في الدنيا، أما المسلم فيؤجر عليه في الدنيا ويمتد الأجر في الآخرة. يعني أنت حينما تكون صادق، حينما تكون وفي، حينما تكون خلوق، هذه الأخلاق تفعلها لماذا؟ لأنني إنسان لابد أن أكون خلوق، رباني أبواي على هذا، ومع ذلك تربيت في ديني على هذه الأخلاق الطيبة، وأفعلها لأن الله أمرني بها، أفعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني إياها، وهكذا. فأنت تؤجر، تنال ثواب هذا في الدنيا وثمرته وفي الآخرة كذلك. أما غير المسلم فقلنا حكم الله عليه أنه إذا مات على غير الإسلام في الآخرة من أهل النار. طيب إذن هذا الخلق في الدنيا والأخلاق الطيبة في الدنيا هل تضيع؟ لا، لا تضيع. وإنما الله عز، إنما الله سبحانه وتعالى يخلف عليه هذه الأعمال الطيبة في حياته، حتى إن مات على الكفر لا يبقى له حسنة واحدة يأتي بها فيحتج على الله عز وجل يوم القيامة ويقول: يا رب في الدنيا كنت أفعل كذا وأفعل كذا وما حصلت عليه. ولذلك مثلا تجدون بعض المسلمين أصحاب الأخلاق الطيبة والعلاقة الصحيحة والإسلام القويم، تجده قد ضيق عليه في ناحية من نواحي حياته، تجده في شدة، في معاناة، الله عز وجل يبتليه، يختبره ليصبر ويحتسب، لأن الله عز وجل وعده على ذلك الخير الكثير. في حين أنك تجد من غير المسلمين من يعيشون في رغد، من يعيشون في سعة، سيارات وعمارات وأطيان وأراضي وما إلى ذلك، ويعيشون حياة الترف، اعلم أن هذا كله لا ينفعهم بشيء، هذا كله لا يستفيدون منه بشيء. قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نعوذ بالله عز وجل من أن نموت على شيء فيه ضلال، ونسأل الله أن يقبضنا على الإيمان الصادق. فهذه القيم مثلا إذا جاءت مؤسسة من المؤسسات إسلامية أو غير إسلامية تدعو إليها، هل لنا نحن أن نتعاون؟ لا، يجب علينا أن نتعاون، أن نتعاون مع هذه المؤسسات الداعية إلى الأخلاق،
الأخلاق الحسنة الكريمة، وبين قوسين فيما لا يتعارض مع شريعتنا ومع ديننا نحن، لأن هناك بعض المؤسسات قد تكون داعية إلى مثل هذه الأخلاق وإلى شيء من هذا، ولكن قد يشوب هذه الدعوة بعض المخالفات الشرعية التي لا تليق بي أنا كمسلم أن أكون فيها، فهذا ضابط مهم. شيء آخر، لا بد أن نزكي هذه الأخلاق فيما بيننا. نحن نعيش في مجتمعات ليست بمسلمة، مجتمعات فيها خليط من المسلمين واليهود والنصارى والبوذيين والملاحدة وغيرهم ممن لا دين لهم. فهؤلاء مع أن ديننا يأمرنا بالتبرؤ من أفعالهم اللي هو كفرهم، إلا أن ديننا يأمرنا بحسن المعاملة معهم فيما يتعلق بالجانب الإنساني الأخلاقي. فكما حرم الله علينا الغدر مع المسلم، حرم علينا الغدر مع غير المسلم. كما أن الله أمرنا بالأمانة مع المسلمين، أمرنا بالأمانة مع غير المسلمين. كما أن الله عز وجل أمرنا بأن نفي بعهودنا ومواثيقنا فيما بيننا وبين بعضنا، كذلك لا يجوز لنا أن ننقض عهدا أبرمناه مع غير مسلم. هذا العهد في الأصل لا يخالف شرع الله عز وجل، وهذه مسألة مهمة جدا. كما قلنا نعيش في هذه المجتمعات، الجانب الإنساني الأخلاقي لا بد أن تبرزه، تبرزه لكونه فيك كإنسان تشربته تربيت عليه، تبرزه لأمر آخر مهم لكونك مسلم. قرأت اليوم خبرا ربما ليس بغريب علينا نحن المسلمين، لأنه قد يحدث من كثير من الناس، لكن الغريب في طريقة تناول هذا الخبر عبر وسائل الإعلام من غير المسلمين. الخبر عن شاب مسلم يعيش في كندا، ما ذكر أي اسم البلد. هذا الشاب ذكر خبره في إحدى الجرائد الأمريكية والغربية بصفة عامة، حتى إحدى الجرائد الكندية. حدث شيء يعني رأوه غريبا، حتى تعلموا يا مسلمين أنكم مراقبون مرصودون، تصرفاتكم منظورة، فلا تقل ما أحد ينظر إليه، وخاصة لما تبان عليك سمة الإسلام. تصرفاتك حتى لو راكب في الباص ويظهر عليك سمت المسلم، اعرف انك انت مراقب، ينظر اليك في كلامك في تصرفك في نظراتك في طريقة تعاملك مع الناس. هذا الشاب كان يركب في احدى الحافلات، نظر الشاب المسلم فوجد رجلا عجوزا. الرجل العجوز الله أعلم كان يلبس حذاء مقطعة أو كان حافي القدمين أو ما إلى ذلك. فماذا صنع هذا الشاب؟ قام بخلع حذائه وجوربه وأعطاه للرجل العجوز وقال البس هذا فإن محطتي قريبة. أعطاه هذا، فطبعا هذا المشهد على مرأى ومسمع من الناس، رأوا هذا الأمر، فصور هذا الشاب، صوروا الموقف، ثم تناولته الصحف. أشوف الإسلام وشوف الشاب، سبحان الله العظيم، هو هذا الإسلام، ما هو هذا الإسلام. ولكن من الناس من أعماهم الحقد عن إظهار محاسن هذا الإسلام، فيتناولونه بين الحين والحين على أنه فقط الجانب المظلم من الحياة والقتل والسفك والدم وما إلى ذلك، مصورين المسلمين على أنهم إرهابيين، قتل سفك الدماء. الإسلام دين أخلاق، دين سماحة، دين رحمة.
كما قلت لكم الموقف ربما لا يكون غريبا. بعضنا يركب في وسائل الإعلام قد يجد في وسائل المواصلات قد يجد رجل كبير في السن مباشرة لأصل فطرته ودينه الذي في قلبه يقوم فيجلسه. يرى امرأة كبيرة في السن أو امرأة معها طفل صغير، هم هذه تجدونها موجودة في الباصات أو في المتروهات، يعلمون هذه الأشياء مثلا لو في طفل ما إلى ذلك أن تقوم وتجلس، بل خصصوا مقاعد لذلك، هذه أخلاقيا. لكن أنت حينما تفعلها تفعلها أخلاقيا ودينيا. والعجيب كما قلت لكم من تناول الخبر ليس من الخبر نفسه، فهذا كثير جدا، أمثاله كثيرة. سندخل إحدى مرة أحد المحال، اشترى كان يشتري خضار، أخذ ربطة خضار شيء بسيط ربما لا يساوي 50 سنت، أخذه زائد ولم يحاسب عليه. أو بعضكم ربما مر من المرات دخل مكان كيف هذا وبعدما خرج راجع الفاتورة وجد فيها شيئا، يعني أخذه زائدا، أخذ الأموال زائدة. فبعض الناس يقول لك 50 سنت، إيش مشكل 50 سنت، أرجع أقول له عشان 50 سنت، قل له إيش الرجل هذا 50 سنت. وبعض الناس يقول لك القانون يعطيك الحق، لو هم أعطوك حاجة زي ده ما طبعا قال لك هذا الكلام، لكن الشرع الدين الدعوة. فيرجع مثلا يعطي هذا، قل هذه ما دفعت ثمنها، لم أدفع ثمن هذه وأخذتها بغير حق. ثم يقول لأن ديننا يأمرنا بالأمانة، فيبرز هذا جيدا ولا عليه بما يصير بعد ذلك. بعض الناس يقول لك يعني هو أنا هفعل كذا، مباشرة تقول بسم الله ما شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هتؤمن مباشرة؟ لا عليك، الإيمان بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولا تدري من أين تكون الدعوة، من أين يكون الباب، ربما من هذه. فهذه مسائل مهمة جدا لا بد أن نتعاون عليها ولا بد أن نبرزها. خبر آخر قرأته، وكذلك المشكلة ليس في الخبر وإنما في التعليقات، وللأسف الخبر وردته إحدى الجرائد العربية. في لندن كان هناك شاب صومالي مسلم يعمل سائقا لحافلة، ربما حدث هذا في فبراير الماضي. فالشاب ما كان منه حان وقت الصلاة بالنسبة إلي، أو أنه أوشك، ما جاءت حيثيات لفعل هذا الشاب، أوشك الوقت على أن ينفد دون أن يصلي. ويعرف إخواننا الصوماليون بحرصهم على صلاة على الصلاة في أوقاتها. فأخونا ماذا صنع؟ هداه يعني تفكيره إلى هذا، أوقف القطار ثم أتى بالشيء الذي صلى عليه في أوقف الباص وفرشه ثم صلى دون أن يخبر الناس بماذا سيصنع أو بماذا سيفعل. فما كان من الناس إلا أن تقدموا بشكاية لوزارة المواصلات ووبخت هذا الشاب ومنعت الصلاة أثناء العمل، وإنما الصلاة فقط في أثناء الإيه؟ في أثناء الراحات. قد يكون خبر عادي، شاب صلى حابب يؤدي الصلاة في وقتها فأوقف الباص وصلى، أخذ 3 دقائق 4 دقائق للصلاة. المشكلة ليست في هذه، المشكلة في التعليقات، تعليقات العرب إخواننا المسلمين. ما هذا الجهل؟ ما هذا الغباء؟ هذا الرجل اذهبوا به إلى مقديشيو، اذهبوا به إلى الصحراء، اذهبوا به إلى كذا، وهذه تسويء لصورة الإسلام، وهذا هذا تكره للناس في الصلاة. لأن جاء في حيثيات الشكوى أن بعض الركاب انتابه شعور من القلق والخوف خشية أن يكون هذا بداية لتفجير الباص، لأنه كان يقرأ أو يسمع أنهم قبل ما بيفجر شيء بيروح يصلى ركعتين الأول. فهذا الأذى اللي صار. طيب أخونا هذا أحسن فيه، نقول أحسن في شيء وأساء في شيء.
لكن قلت لكم 99% من التعليقات التي جاءت كلها مهينة مشينة لهذا الرجل، تخلف، الرجعية، الإساءة إلى الإسلام، يعني تكريه الصلاة للناس والإسلام للناس، الإسلام دين ليس، وبعدين عنده الجمع بين الصلوات، وأصبح من التعليقات فقهاء يخرجون، فقهاء درسين أصول ودرسين فقه يخرجون يقولوا عنده، وحتى لو ضيع الصلاة لا يسيء. سبحان الله العظيم. نقول أحسن في حرصه على صلاته، فهذه قلما تجدها، قلما تجدها، وخاصة في يعني المجتمعات اللي فيها ضغط عمل وما إلى ذلك، قلما تجدها اللي هو إنسان يفعل مثل هذا الفعل. الشيء الثاني الذي يلام عليه هذا الشاب أنه ما قدم لنفسه، ما بين، ما وضح، ما قال يا جماعة أنا رجل مسلم وعندي وقت، والصلاة بالنسبة إلي كذا وكذا وكذا وكذا، أؤديها في 4 ركعات أو أؤديها في أربع دقائق أو أقل من ذلك، لو ترك الناس وهكذا. فهذه يا إخوان أشياء ترصد. ذكرت لكم سابقا أن أحد الدعاة، مسألة هذه قد تتخلل إلى نفس حتى الداعية إلى الله عز وجل، مسألة أن هذا شيء هين، وهذه يعني حكايات موجودة نعيشها في الغرب. من هذه أن أحد الدعاة يحكي عن نفسه يقول كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا في إحدى الدول الغربية، وكان يركب من بيته إلى المسجد حافلة من الحافلات، وهذا الداعية كان له أثر في المجتمع الذي يعيش فيه في وسط المسلمين في الحي الذي يقطن فيه، حتى زاع صيت المسجد حتى بين غير المسلمين، مما دفع بكثير من الناس إلى الدخول في الإسلام. فركب يوما ما في الحافلة ودفع يعني مصاريف التذكرة، فأعاد له السائق 20 بنسا زائدة، فأخذها وجلس في الكرسي، فلما حسب ما معه وجد أن فيها يعني شيء زائد، فقال يعني هذه ماذا تمثل؟ أرجعها إليه أم ماذا تمثل هذه يعني هذا القدر البسيط من المال؟ فظل في إيه في أخذ ورد مع نفسه حتى أتت محطته، حتى أتت المحطة التي سينزل فيها، فدون أن يشعر أخرج 20 بنس ثم أعطاها للسائق وقال له هذه دفعتها إلي زائدة. فقال له ألست الإمام الفلاني بالمسجد الفلاني المركز الفلاني؟ قال نعم. قال أنا ما أعطيتها لك نسيانا ولا سهوا وإنما عمدا، لأنني أخبرت أو علمت عن الإسلام وعن أثر الإسلام وعن أخلاق المسلمين وما إلى ذلك، وعلمت بأنك منهم أو أنك الداعية في المكان الفلاني، فأردت أن أختبر هذا الأمر عملي. فالشيخ نزل من الحافلة كما يحكي عن نفسه يقول ما كادت قدماي أن تحملاني، وقال لنفسه موبخا كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. هذه قد يتعرض لها كثير منا، قد نتعرض لها في بعض الأحيان، كما قلت لك تصرفاتك مرصودة. الأخت مثلا المحجبة، سبحان الله، لما تمشي مرة في الشارع وتجد واحدة محجبة، أخت تلبس الحجاب وتشعل السجارة، أو تجدها جلسة في مكان وتشرب سجارة، أو تجد أخت محجبة هنا مقاهي موجودة، والله العظيم نراها محجبة وتجلس في بعض المقاهي هنا على ديكاري وتشرب في الشيشة وتلبس الحجاب. أخي مثلا يلبس جلباب ولا يلبس طقية، وتجد في الشارع يرفع صوته ويزق أو فهذه كلها أخلاق لا تليق ولا تجوز أبدا. المسلم هو أحق الناس بأن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. قلنا أيها الأحبة بأن هناك بين البشر على اختلاف عقائدهم وأشكالهم وأصنافهم وبلدانهم قواسم مشتركة لا بد أن يجتمع عليها، ولا حرج أن نجتمع نحن المسلمين مع غيرنا عليها، بل نحن أولى أن نكون سباقين إلى مثل هذا من غيرنا. من هذه القواسم المشتركة المحافظة على البيئة التي نعيش فيها. هناك أشياء قد تكون صغيرة من وجهة نظرك لكنها قد تكون كبيرة جدا جدا. من هذه الأشياء المحافظة مثلا على الجو الذي تعيش فيه، سواء كان فيما يتعلق بالقريبين منك أو فيما يتعلق بالبعيدين عنك. بالقريبين منك من جيرانك، أنت مثلا تعيش في وسط أناس، ربما في عمارة، في بناية فيها 10، فيها 20، فيها 30 إنسان، فيها 5، فيها 3، فيها 4، على أي عدد كان هذا العدد. لابد أن تكون أنت سباق إلى فعل الخير في هذه البناية. بمعنى مثلا، ما المانع أن تقوم أنت مثلا بتنظيف المكان، مع أن هناك من يقوم بهذه المسألة، لكن ما الحرج في مثل هذا الأمر؟ أن تقوم مثلا بزرع شيء بجوار البيت الذي تسكن فيه، قد يكلف 5 دولارات 4 دولارات، لكن تزرع، يكون هذا شيء جميل أو يستفيد منه الناس. أن تحافظ، أن تعمل دعوة مثلا للمسلمين المقيمين معك في البناية، قد يكون 2 أو 3 أو 4. بعض الناس كمسلمين يعيشون في بناية واحدة، ربما لهم 5 سنوات أو 4 سنوات لا يتقابلون إلا في السلم، السلام عليكم وعليكم السلام، ربما حتى لا يقول السلام عليكم. لكن ما المانع أن تقوم بحصر عدد المسلمين المتواجدين في المكان، وتتقرب إليهم وتتودد لهم وتتحدث معهم وتقم على عمل شيء من شأن أن يكون دعوة إلى الإسلام، ما المانع في هذا؟ ما المانع مثلا في أن تقوم بأي شيء من شأنه أن يحافظ على سلامة الناس المتواجدين في المكان الذي تعيش فيه؟ وهكذا محافظة على المياه، عدم الإسراف فيها، المحافظة على البيئة بتنظيفها، تنظيف البيت، تنظيف الشارع. لا حرج في بعض المجتمعات الإسلامية، بعض المجتمعات غير المسلمة، كان هناك بعض الشباب توافقوا وتآلفوا، وكانت هناك لجنة اللي هي المحافظة على الشارع. محافظة على الشارع بماذا؟ مثلا المحافظة على لمبات الإنارة في الطريق، المحافظة على نظافة الشارع. حتى أنهم في أيام الثلج، في أيام الثلج كان هناك فريق كامل متكامل يخرجون في بعض الأيام فيزيحون الثلج الذي بجوار البيوت أمام الناس، ولهم ثياب مخصص. وهذه كذلك دعوة إلى الإسلام. المهم أن تكون متواجد بين الناس. لا نقول لك تحدث وقل الإسلام والإسلام والإسلام، إن كنت تحسن نقول فهذا أولى، وإن كنت فلا تعدم شيئا كهذا من هذه الأشياء الداعية أو الأشياء التي تلفت النظر إلى الإسلام، ولا تدري ربما يدخل إنسان في دين الله عز وجل فيكون هذا في ميزان حسناتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أعلم أن هذا الموضوع طرقته مرات ومرات، ربما قريبا ربما بعيد، ألا وهو مسألة إظهار الأخلاق الإسلامية في وسط المجتمعات غير الإسلامية، لأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. أنت لا تعيش بمعزل عن الناس، لا تعيش بمعزل عن إخوانك المسلمين، ولا تعيش بمعزل عن الناس الذي أنت في وسطهم. والناس إذا أردنا أن نصنفهم، وخاصة المسلمين في المجتمعات هذه، ستجدهم 3 فرق لا يخرجون عن الفرق هذه 3. فرقة اعتزلت، حابب يتعامل مع أحد من البشر أبدا، هذا في جانب وأنا في جانب، حتى فيما يتعلق بهذه الأشياء لا أعامله ولا أقاضي ولا أقتضي ولا أتعامل معه، وهذا بلا شك خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مجتمع فيه المسلمون وفيه غير المسلمين، فيه اليهود، فيه النصارى، فيه عبدة الأوثان، ومع ذلك كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم معاملات، بيع وشراء، مقاضاة واقتضاء، رهن وما إلى ذلك، وهذا كله كان موجود هذا. فالمرء لا يعيش بمعزل أبدا عن الناس. الأمر الثاني أو الفئة الثانية هي فئة انغمست
انغمست إلى حد فقد الهوية تماما، بمعنى أصبح يعيش نفس العيشة ويفعل نفس الأشياء دون ما تفريق بين ما يصلح وما لا يصلح، ودون ما تفريق بين ما هو ديني وما هو غير ديني. قل لك إحنا نعيش في مجتمعات لابد أن ننغمس في وسطهم، لا نكون متميزين وإنما نفعل ما يفعلون، فتجده قد يفعل ما هو غير شرعي أو يفعل ما هو شرعي، وهذا بلا شك ذلك فئة لا، هذا أمر لا يجوز شرعا. أما الفئة الثالثة وهي الوسط بين الفئتين، الوسط بين الفريقين، وهم من علموا متى ينغمسون وفي أي شيء ينغمسون وفي أي شيء يكونون وفي أي شيء يتجنبون. فما يتعلق بالجانب الحياتي، الجانب الدنيوي، الجانب البشري، معاملات البشرية، فتجدهم في هذا متعاونين وتجدهم في هذا سباقين. أما فيما يتعلق بمسائل الدين وبمسائل العبادة وهذه المسائل كلها، فتجدهم محجمون عن هذا، قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، أنا أرى أنه من الواجب على كل مسلم مقيم في هذه البلاد أن يرجع إلى باب مهم جدا، باب مهم جدا في الفقه، اسمه معاملة غير المسلمين أو حقوق غير المسلمين أو حقوق المسلم في المجتمعات غير الإسلامية. هذا باب مهم جدا لابد أن نفقه، حتى لا يدفع إنسان إنسان حبه لشيء أن يخالف ما شرع الله عز وجل، أو أن يدفع الإنسان خوفه من مخالفة الشريعة إلى ترك شيء أحله الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم بصرنا بعيوبنا، ووفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع بعدلك راية الحق والدين. اللهم من أراد هذا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، واجعل تدبيره في تدميره. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلح.